الذكاء العاطفي مع معمر سلامة وفهد خان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معكم معمر سلامة ومعايا المبدع الكوتش فهد خان في برنامج الذكاء العاطفي، ونحن اليوم في الحلقة الرابعة. أخويا فهد، أبدعت ما شاء الله تبارك الله في الحلقات اللي فاتت، فتحت عيوننا نحن والسادة المستمعين والمستمعات على حاجة جديدة أنا بالنسبة لي كشخص، اسمها الذكاء العاطفي. تكلمنا، كلنا عارفين الذكاء العقلي، الذكاء الإيجابي يمكن يعني كحد معين، بس الذكاء العاطفي شيء جديد. اليوم إيش هنتكلم؟ تمام، تكلمنا في الحاجات اللي فاتت زي ما تفضلت على الذكاء العاطفي. أنا اليوم حابب أتكلم عن شيء مرة مهم لي، علاقة بتطوير الذات. حلو. وبيصب في إيش أهمية الذكاء العاطفي في إنه يساعدنا إنه إحنا نقدر نطور الذات. حلو. حسأل سؤال غريب. تفضل يا ريت. أنا ترى بس بقولك حاجة ووجه الشكر للكوتش أحمد مغربي، كان برنامج السنة اللي فاتت كل شوية بسألك سؤال، فأنت بدأت فيها. بسألك سؤال، تفضل. طيب، إيش خلى سفينة تايتانيك تغرق؟ اللي غرقها، وهذا طبعا شيء العجيب في الموضوع، أيوة، انه انخبطت في جرف ثلجي بسيط جدا، يعني حتى سوى فتحه بسيطه ومنها سبحان الله الفتحه كبرت وغرقت، مع انه هي من يعني من اكبر السفن اللي اتبنت صحيح على وجه الارض، اذا انا ماني غلطان. اي مظبوط. القبطان وقتها حسب انه هو بعد عن الجبل لانه شاف انه ما اصطدم بليش بقمه الجبل، ولكن انصدمت من أسفل. وكان جرف صغير ولا هذا ما أدري يعني، وبعدين طبعا كبر وصارت مشكلة. أوكي. بس الفكرة في الموضوع الجبل الجليدي، أتكلم على نظرية الجبل الجليدي. أوكي. الجبل الجليدي قديش يظهر منه فوق سطح البحر؟ تقريبا بس 15% بالكثير 20%، والباقي كله تحت. الباقي كله تحت سبحان الله، يكون طبعا كلما تعمق أكثر يكون الجبل أعرض سبحان الله. نفس النظرية هذه لو طبقناها على أنا إيش أشوف منك، أنت إيش تشوف مني، إحنا إيش نشوف من الآخرين، هنكتشف إنه إحنا بس بنشوف السطح حق الجبل من الآخرين، اللي هو بيتمثل في إيش؟ يتمثل في السلوك. يا سلام عليك. أنا أشوف السلوك حق الآخرين، وبناء على السلوك اللي يظهر منهم أبدأ أخترع قصص على اللي تحت في جبل الجليدي. فنبقى نفهم الجبل الجليدي ده مكون من إيش. فوق سطح البحر في السلوك، طب إيش في تحت سطح البحر؟ 80% اللي باقية هذه إيش في؟ إيش اللي ما نشوفه في بعض؟ حللت بطريقة جدا مختلفة. روعة 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 روعة. هذه لوحدها هذه يبغى لها شغلة يا فهد، يعني ما هي حاجة سهلة. يعني أكيد تبدأ تتكلم إنه أنا اليوم شفتك ابتسمت وشي شخص أوكي، هذا بنيت أنا تصور المعين عليك، كنت شخص غضبان ما بتتكلم عليه بنيت على طول برضو النظر عليك صحيح. لكن الصح أنت زي ما قلت إنك أنت تعمق وفهم هو الشخص ده ليه بيسوي كده والشخص ده ليه بيسوي كده بالضبط. فهنا نبقى نتكلم في إيش في موجود في عمق الجبل هذا. طب ايش لها تاثير يا انا فاهم. ايوه أنا بس ابى برضو نفهم المستمعين والمستمعات. أيوة. يفهموا ايش الفكره، ايش الفكره. اليوم لما انا دائما في شخص يجيني انا بطلب احنا نسميه اللي هو النصيحه ولا الفيدباك، انه احد ينصحني يقول لي مثلا انت ايش شايف في شيء مو عاجبك فيا تبغاني اطور نفسي فيه، دائما احنا صحيح نحاول نعرف ذا الشيء عشان نطور نفسنا. اكيد اللي يقولوا لنا هو بيكون شيء نابع عن السلوك اللي احنا بنسويه، فاحنا بنقول كاننا يا دوب بس بنحك الجلد، ما احنا ما وصلنا للاساس، ما وصلنا للعضو. اي فايش اللي بيصير؟ انا اسمع عن حاجه واحد يقول لي انت عصبي، طبعا ايش استفدت لو انت قلت لي انا عصبي؟ انا ماني عارف انا ليش عصبي. فلما نبدا نفهم العمق اللي سبب السلوك حقنا، هناك نبدأ نقدر نبدأ التغيير. التغيير اللي فعلا لو غيرنا حيكون تغيير مستدام ومستمر. أما لما أنا بس أني أسمع أنه أنا معصب وأبدأ أحاول أهدي نفسي من غير ما أنا أعرف السبب الجذري اللي أنا إيش اللي بيعصبني، حأرجع أهدى وأرجع أعصب تاني، أرجع أهدى وأرجع أعصب تاني. مشكلة أنك أنت بعض الأحيان
تمام، انه لما واحد تجلس مع واحد يقول لك ترى اسمع انت شخص عصبي وانت لازم تحسن سلوك، انت على طول حتنفر. صح. لكن انا لما تجيني اليوم انت زي ما تفضلت وجيني باسلوب تاني مختلف، ترى اسمع انا بتكلم معك يا اخي انت شخص مبدع انت هذا، وترى هذه النقطه دي هي المداخل يا فهد، اظن هل كلامي صح ولا غلط؟ 100% هي بكل بساطه بتروح لوحده من الحاجات اللي تحرك شيء في الشخص اللي قدامك يخليه خلاص يوقف، ايش كأنه صار حط حاجز تماما ما يبى يسمع اي شيء من اللي انت بتقوله، في مجرد انك انت بدأت توجه الكلام للشخص مش توجه الكلام للسلوك. صح. فانا اقول انت عصبي، انا معناتي اتكلمت عليك، انا خليت يعني انا حكمت عليك، صار كلامي فيه حكم على الشخص. بس لما اقول انت مو الصفه، ايوه الصفة. ايوه بالظبط، صفه انه انت شخص عصبي. أيوة. غير انه انت عصبي بالزبط. لا انا بتكلم عليك انت بالضبط. فايش اقول يفرق، الطريقه اللي اقولها تفرق، كل الحاجات هذه تفرق. انا حابب اخش في العمق واقول ايش في اشياء احنا ما نشوفها في الاخرين. اللي ما نشوفه في الاخرين هو القيم حقتهم، الدوافع، صحيح، الشخصية، خصوصا الجزء اللي ما بيظهروه لنا، ونقاط القوة يا الله حقتنا أو المواهب حقتنا. أنا هذه يبغى لها حلقة كده ناخدها على جنب، بس أنا ببني على كلامك على قصة أنا استشعرتها عن شخص كان يعني دائما عصبي دائما متنرفز، أعرف الشخص الله يرحمه ويغفر له. الشخص ده لما مات والله فاكر الجنازة حقته، العزاء حقه، الدفنة، أقسم بجلالة الله كمية ناس حضرت غير طبيعية، والناس تتكلم عنه بالخير بطريقة غير طبيعية ما شاء الله تبارك الله. فجلست أفكر وأقول سبحان الله، الناس شافت جزء، بس الجزء الأساسي الكبير يعني إحنا ما كنا عارفينه واللي كان المفروض نبني عليه إنه كيف هو ده الشخص ما شفناه، لكن الناس معظمها كانت عرفته. صحيح. يعني أنا بنيت إنه هذا شخص عصبي فصرت أبعد عنه ما أحتك فيه، لكن في ناس التمست منه الشيء الطيب الشيء ممتاز، وسبحان الله بقول لك هي يعني وتتكلم عنه في الخير الله يرحمه ويغفر له. يعطيك ألف عافية، يعني موضوع جدا سلس جميل اللي هي نظرية الجبل التدريجي. هذه كانت الحلقة الرابعة، نلقاكم غدا في أمان الله. الذكاء العاطفي مع معمر سلامة وفهد خان.